أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى فقرة الحدث الأبرز لهذه الليلة، والتي نخصصها للحديث عن تسليم الرئاسة الدورية للمنتدى الوحدة والديمقراطية، المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية المعارض. ومعنا للحديث عن الموضوع السيد محمد ناجي ول محمد الأحمد، وزير مفوض سابق في جامعة الدول العربية ومكلف الشؤون السياسية للمنتدى الوحدة والديمقراطية. أهلا بك سيدي الكريم. أهلا بك. أعزائي المشاهدين، نظم المنتدى الوطني الديمقراطي والوحدة زوال اليوم بمقر حزب الاتحاد قوى التقدم مؤتمرا صحفيا لتسليم رئاسة الدورية للمنتدى، والتي تسلمها صالح الحنان السيد صالح الحنان رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم. مؤتمر تسليم حضره العديد من قادة المنتدى ومناضليه، مؤكدين أن المنتدى سيظل متمسكا في نفس الوقت بالحوار باعتباره الملاذ الوحيد والمخرج لموريتانيا من أزمتها في ظل ما يعانيه المواطنون من أوضاع مزرية. كل هذا وأمور أخرى سنناقشها مع ضيفنا الكريم، ورحب به من جديد. أهلا بك سيد الكريم. بداية سيد الكريم، كيف وأنتم داخل المطبخ السياسي للمنتدى تقيمون دار الرئيس السابق أحمد سالم الحبيني، وما هي أهم الإنجازات التي تمت خلال مأموريته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. شكرا لقناة الوطنية على هذه الاستضافة. شكرا موصول سيدي. وليست المرة الأولى، ونشكرها على دورها الذي تقوم به في الساحة الوطنية الإعلامية. بالنسبة لرئاسة الأستاذ أحمد سالم البحبيني، على كل حال تحدث عنها هو اليوم. والحقيقة أنا أولا هذه مناسبة أشكر فيها الأستاذ أحمد سالم البحبيني على حيويته في هذه الفترة، وعلى ما استطاع أن يقدم به المنتدى للساحة السياسية في هذه الفترة. طبعا الظروف التي يعمل فيها أحمد سالم الحبيني وغيره من الرؤساء الذين سبقوه والذين يأتون بعده ظروف صعبة جدا لغاية الصعوبة، بالتالي أي شيء تحقق فيها يعتبر إنجازا. ولو عدتم إلى الورقة التي قدمها أحمد سالم الحبيني اليوم، خاصة في آخرها، سجلون هناك إنجازات مهمة جدا، أهمها أولا أن المنتدى متماسك، وأنه ما زال على وتيرته التي بدأ بها نقطة سيد الكريم. هنا تقول أن المنتدى متماسك، أنا بعض المراقبين يقول أن السيد الحبيني لا يملك من الدبلوماسية ما خوله ليحافظ على هذا التماسك. نلاحظ أن التكتل تقريبا انسحب، يمكن القول انسحب وإناد وطلائع، هذا كله هل هذا يعني أنه لا زال يوجد تماسك؟ لا أعتقد أن هو التماسك، عندما نقول التماسك فإننا نعني الوضعية العامة، لا يعني ذلك أنه لم يحصل أي شيء من الانفكاك أو نوع من الخلافات التي تحصل بين عشرية وأخرى، ولكن نحن نتكلم عن الوضعية العامة، الوضعية العامة المنتدى متماسك. ولا أعتقد السيد أحمد سالم الحبيني مسؤول عن ما جرى من خروج بعض الأحزاب أو تجميد نشاط بعض الأحزاب من المنتدى، وأعتقد أنها ظاهرة عادية تحدث من حين لآخر. ولكن أذكر بأن الاتحاد التكتل لم يعلن حتى الآن أنه خرج من المنتدى، وبالتالي نعتبره لكن تصرفاته المنتدى. هناك مهرجان قام به التكتل، هناك تصريحات مخالفة للمنتدى، وهناك خلافات تطفو على السطح الكل يعلم بها سيد الكريم. المنتدى يقوم أساساً وقام أساساً على ضرورة إيجاد حوار حقيقي وجاد يخرج موريتانيا من الوضعية الموجودة فيه. نعم. هذا الحوار، مبدأ هذا الحوار هو الذي يتكلم عنه المنتدى كما يتكلم عنه أيضاً التكتل. إذا رأيت المهرجان الأخير فإنه على كل حال تكلم عن الحوار وطالب بحوار جاد، وهذا هو الذي يطالب به. إذن أنتم بالنهج الجديد أو الرئاسة الجديدة لسيد صالح الحنان متجهين إلى الحوار؟ المنتدى دائما متجه للحوار. الناس يقولون على سبيل الخطأ أن الرئيس محمد عبد العزيز في شنقيطي هو من طالب بالحوار أو من أخذ مبادرة الحوار. الحقيقة أن المنتدى نفسه أنشئ من أجل إقامة حوار سليم ديمقراطي شفاف من شأنه أن يخرج موريتانيا من الوضعية الراهنة. واسمح لي بهذه المناسبة أن أهنئ المنتدى على صموده وعلى تماسكه حتى الآن، وعلى نجاحه حتى الآن في تسليم الرئاسة بصورة سلمية والتبادل على السلطة بصورة سلمية.
كما أهنيه أيضا على أنه سلم الرئاسة اليوم من شخص يستحقها إلى شخص يستحقها، وهذا هو الذي سيظل عليه المنتدى حتى تحقيق أهدافه. إذن سيد الكريم، هل هناك خطة جديدة للمنتدى أم أنه سيسير على نفس النهج الماضي لسلفه بالنسبة لرئيس المنتدى؟ أو أطرح لك سؤال بصيغة أخرى حتى يكون واضح للمشاهدين، هل هناك خطة موضوعة لسير المنتدى بغض النظر عن الرئيس الذي يأتي، أم أن لكل رئيس رأيه أو فكره الخاص ليس ينتهج سيمشي المنتدى عليه؟ أخي، بالتالي المنتدى عنده مجموعة من النصوص أساسية ومتقنة، معدة بصورة متقنة جدا، وهذه النصوص هي التي يسير عليها المنتدى، ومن شأن هذه النصوص دائما أن تجعل أي تصرف سواء كان لرئيس أو أي مسؤول آخر المنتدى محكوم بهذه النصوص. هذه النصوص الذي يتجاوزها معناه أنه تبع رأيا معينا ولم يتبع رأي المنتدى. المنتدى له نصوص، وهذه النصوص تحكم جميع الناس من أي رئيس كان، سواء الرئيس الذي يأتي أو الذي أتى اليوم أو من قبله ومن بعده. يعني بمعنى أن هل يمكن القول أن التكتل وإناد الطلاع لم يسيروا على هذه النصوص أو لم يأخذوا بها حتى أنهم قد نقول انشقوا تقريبا عن المنتدى؟ من سمات المنتدى وأي تشكيلة سياسية ذات طابع ديمقراطي حر أن تعرف نوعا من تنوع الآراء، أن تعرف نوعا من الاختلافات. لكن نجاحنا حتى الآن نحن في المنتدى أننا استطعنا أن نسير هذه الخلافات. هذه الخلافات كما يقولون ظاهرة صحية، ولكن استطعنا حتى الآن أن نسيرها. هنالك آراء مختلفة، قد يكون الرئيس أحيانا له رأي الآخر لا يوافقون عليه، وقد يكون الآخر لهم آراء لا يوافق الرئيس عليها، ولكن هذه ظاهرة عادية جدا. ونحن نجاحنا هو أن استطعنا أن نسير هذه الخلافات حتى الآن بصورة ديمقراطية، واستطعنا أن نحافظ على وحدتنا بشكل عام. ولا أعتقد بشكل عام، طبعا حذر أحذر من يعتبر الإنسان التكتل الآن خرج من لم يخرج حد، لا حدنا. على كل حال التكتل هو الرئيسي في هذا، ولحد الآن التكتل لم يعلن أنه خرج. هل يحضر التكتل والتكتل وإناد هل يحضرون اجتماعات المنتدى؟ لا يحضرون اجتماعات المنتدى. بالنسبة لرئيس المنتدى أو اختيار الرئيس الدوري سيد صالح الحنانة، هل كان للتكتل وجود أو للإناد الوجود؟ لا، طرح الرأي. هؤلاء جمدوا نشاطهم منذ بعض الوقت، هذان الحزبان يعود وهما حزبين، هذان الحزبان جمدا نشاطهما منذ بعض الوقت. وعلى كل حال نحن أريد أن أؤكد هنا أن وجود التكتل خارج المنتدى ليس فيه أي غرابة، وليس فيه أيضا إضعاف للحركة الوطنية الجمهورية للمعارضة. أن المعارضة قامت بمسيرة ناجحة جدا وكبيرة، ثم بعد ذلك جاء التكتل وقام بمهرجان ناجح جدا، هذا كله قوة للمعارضة. لا يحسب أنه ضعف للمعارضة، بل العكس، أنه قوة للمعارضة. أن تختلف المعارضة حال مرة في الأسلوب ومرة في الاستراتيجية، هذا لا يضعف المعارضة. نأتي للمسيرات، في مسيراتكم عبرتم عن استيائكم من الأوضاع الراهنة في البلد، ما هي الخطوة القادمة بظل الرئاسة الجديدة للمنتدى؟ بهذه المناسبة أهني المنتدى على نجاح مهرجاناته السابقة في نواكشوط، سواء الجنوبية والغربية والشمالية، والآن نحن نقدمون على ثلاث مهرجانات كبيرة، في النعمة يوم 11، وفي العيون يوم 12، وفي كيف يوم 13، وبعد ذلك نلتفت إلى الضفة، سنقوم أيضا بمهرجانات على مستوى الضفة. هذه النشاطات كلها من أجل إنارة الرأي العام حول القضايا التي تعرفها مولتنا في الوقت الحاضر، سواء في المجال الاقتصادي أو في المجال الاجتماعي أو في المجال السياسي. ونعتبر أننا حتى الآن، ولو قال بعض ولو قلل بعض الناس من شأن ذلك، أننا استطعنا أن نحقق أشياء مهمة جدا، وليست أشياء طرق ولا كذا، وإنما إنارة الرأي العام وتوجيه الرأي العام إلى القضايا الكبرى والمواقف الصحيحة من هذه القضايا الكبرى. سؤالي الأخير سيد الكريم في هذه الفقرة، هل ترون أن انسحاب بعض الأحزاب أو أي حزب كان من المنتدى
دليل على قوة أو دليل على ضعف المنتدى؟ هل يضعف من هذا الانسحاب من قوة المنتدى أو قوة المعارضة بشكل عام؟ دائما الوحدة خير، ولكن قد ننفصل أحيانا في أسلوبك، ولكن نحن نبقى دائما نسعى لنفس الهدف ونسعى لنفس الوسيلة التي نسعى لتحقيق الهدف الذي كنا نريده، وهذا ما يحصل الآن. الآن المنتدى موجود كمجموعة من الأحزاب وكمجموعة. أولا أذكر بعض من المنتدى، أولا هو إبداع سياسي لم تعرفه موريتانيا من قبل، أن خرج منه حزب أو حزبان ولكنهما بقي على نفس الأهداف وبقي على نفس الأسلوب، هذا لا يضعف حتى الآن، ولكن الوحدة دائما خير، ونحن نطلع أن تكون هذه الوحدة، وهذا ما نعمل من أجله الآن. سؤالي أخير، قبل قليل قلت لك سؤال أخير، لكن هذا السؤال هو الأخير لأنه مهم جدا. باختصار سيد الكريم وبتعداد 1 2 3، ما هي الشروط التي تضعونها في المنتدى للدخول في حوار جاد مع السلطة القائمة حاليا؟ باختصار أريد أن أبدأ أولا بأننا نريد أن نصل إلى مرحلة تمكننا من إخراج موريتانيا من المأزق الذي توجد فيه حاليا. لا أحد يستطيع أن ينكر أن موريتانيا تعيش مأزقا، سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. هذا الحوار نريد منه أن يكون وسيلة للخروج، وأن تكون هذه المرحلة هي آخر مأمورية لأحمد عبد العزيز، تكون مرحلة انتقالية تؤدي إلى تبادل السلمي على السلطة. ما نريده 1 2 3 لا نستطيع أن نقوله الآن، لأننا أودعنا أوراق واضحة ومكتوبة، لكن الذي نريد أن نصل إليه هو أن يكون الحوار جادا ويصل إلى حل المشاكل العالقة الموجودة عندنا. إذن السيد محمد ناجي محمد الأحمد، وزير المفوض السابق الجامعة العربية والمكلف بالشؤون السياسية في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، شكرا لك على هذه الإيضاحات، وشكرا لك على قبول الاستضافة، جزاك الله خيرا. شكرا.